كلامي تقويم تكويني من أنواع التقويم. نأتي اليوم إلى موضوع آخر من هذه المواضيع اللي هو تصنيف بلوم. قبل لا نجي ناخذ تصنيف بلوم، عندنا بناء الاختبارات، كيف أبني اختبارا بشكل عام. أستاذ شنو معنى الاختبار؟ الاختبار مثل ما قلنا هي شنو في هذه الامتحانات اللي يمتحنها للطلاب أو الاختبارات التحصيلية. هذا الاختبار لا يعد بشكل عشوائي، يعني هذا الاختبار من أريد أعده أو الأسئلة أريد أعدها للطلاب إن شاء الله بالفصل القادم ما أعدها بشكل عشوائي، لازم أكو أكفض ضوابط معينة أو خطوات معينة على ضوها أعد هذا الاختبار. من أولى هذه الضوابط التي في ضوها أعد الاختبار، أولا شنو؟ وضع الأهداف. أريد أضع هدف لمن لهذا الاختبار. يعني استاذ شنو اضع هدف؟ يعني اني اليوم عديت اسئله اختباريه للطلاب، من اعد هذه الاسئله الاختباريه للطلاب لازم انا بالبدايه شو اسوي؟ اخلي هدف، ماذا اريد ان احقق شنو من هذا الاختبار. تابعوا عليه هنا شوي، ماذا اريد ان احقق من هذا الاختبار؟ هل مجرد انا اقول فقط معرفه اداء الطالب، أم أريد أعرف مستويات العقلية وين بهذا الجانب؟ أو تفضل. فاليوم راح نجي نوضح هذه الأهداف بشكل عام. طبعا الأهداف عندنا على عدة مستويات مثل ما حكيت لكم بالمحاضرات السابقة، عندنا أهداف تعليمية وعندنا أهداف. هذه الأهداف التعليمية تشتق من فلسفة مجتمع، تشتق من حاجات متعلم، تشتق من المعرفة. ذني ثلاث مصادر لمن لاشتقاق هذه الأهداف، قسم يضيف لها جوانب أخرى تدخل وين في صياغة هذه الأهداف. عندنا من أهم الأهداف اللي راح نشتغل عليها إن شاء الله، احنا نسميها الأهداف الإجرائية أو السلوكية. الأهداف الإجرائية أو شنو؟ أو السلوكية. استاذ شنو المقصود هنا بالأهداف الإجرائية أو السلوكية؟ احنا بالسنوات السابقة عرفنا معنى السلوك هو شنو؟ هو كل نشاط يصدر عن الكائن الحي سواء كان ظاهري أم باطن، هذا شنو؟ سلوك. زين أستاذ ليه يسموها أهداف سلوكية إجرائية؟ لأن أهداف شنو؟ آنية تنفذ خلال أداء، من خلال التدريس، من خلال الأسلوب الذي يتبعه من؟ يتبعه المدرس. زين هذه الأهداف السلوكية الإجرائية هم ما أجيبها أنا منين؟ من اجتهادي الشخصي، وإنما لازم من أجيبها؟ أجيبها من أهداف العامة التي وضعت لمن؟ لمرحلة على سبيل المثال، مرحلة معينة. مثلا أقول شنو أهداف المرحلة المتوسطة؟ مو بها أهداف معينة، شريد أحققها من أهداف المرحلة المتوسطة. يقول بها أهداف 1، 2، 3، 4 أو 5 أو 6، هذه أهداف. هذه الأهداف أشتق من عدها شنو؟ الأهداف السلوكية بما يلائم من شنو؟ المادة الدراسية. يعني اجيبها منين انا؟ من الماده الدراسيه، بس شنو تتوافق مع من؟ مع الاهداف العامه لمن؟ للمرحله. لحد الان واضحه؟ ها واضحه لو لا؟ اريد شويه بالك يم هنا. زين استاذ شنو المقصود هنا او ماذا نعني بتصنيف بلوم؟ طبعا بلوم هو احد العلماء المختصين في مجال تربيه علم النفس. هذا بلوم قال عندنا الاهداف ثلاث مجالات، انتبه عليه جاي احكي هنا. ايش قال لي الاهداف؟ ثلاث مجالات. شنو هاي الثلاث مجالات؟ اولا لا تبع لي سمى المجال الذهني او بين قوسين شنو؟ المعرفة. احسنت، سمى هنا المجال. خل اخلي هنا هاي تحتها حتى تميزوها بعدين لكلمة مجال. هذا المجال الذهني أو المعرفي أستاذ الشيء يتضمن؟ يتضمن حقائق، مبادئ، معلومات، معارف، بما يتعلق بمن؟ بذكاء المتعلم. واضحة سهنانة بأشكال جيد. بعد قال أكو مجال آخر سمى المجال شنو؟ الوجداني. هم أخلي تحت كلمة المجال الوجداني.
المجال الوجداني هنا شو يتضمن؟ يتضمن الاتجاهات، يتضمن القيم، بعد شو يتضمن؟ ها؟ بعد والمشاعر. مرات احنا شو نسمي؟ نسمي المجال الوجداني او المجال الوجداني الانفعالي. واضح؟ المجال الوجداني او ما اقول لك الوجدان، شو اقول لك؟ الانفعالي. واضح؟ زين. بعد عند المجال الاخر اللي هو الثالث، المجال شنو؟ الحركة او النفس حركة احنا نسميه. هم اخلي تحت كلمة المجال شنو هنا؟ ها؟ هذا كل مجال من هذه المجالات به ست مستويات. كل مجال من هذه المجالات به شنو؟ ست مستويات. المجال المعرفي والمجال الوجداني والمجال النفس حركي بالواقع صعب أن نفصل أحدهم عن الآخر، لكن تم فصلهم حسب ما يرى المختصون يقول شنو؟ لتسهيل دراسته. لتسهيل شنو؟ دراسة. زين. عددنا صحيح مهمات، لكن احنا وين راح نركز اكثر شيء؟ على اي مجال؟ المجال او المجال المعرفي. هسه هنا بالك يا هذا المجال شو يتضمن؟ ست مستويات. ايش قلت هنا؟ ست شنو؟ مستويات. اذا صار المستوى مين؟ احسنتم. هاي لا تنسوها. نقطة مهمة جدا. اقول هنا المستويات. رقم واحد. عندنا أول مستوى في المجال المعرفي اللي هو شنو؟ المعرفي. أو بين قوسين وبعدين شنو؟ التذكر. واضح؟ مقصود به شنو هنا؟ التذكر. هذا أول مستوى من مستويات المجال المعرفي. زين أستاذ، شنو المقصود هنا بالمعرفة والتذكر؟ احنا اخذنا بالسنوات السابقه في ماده علم النفس التربوي وذات التذكر وماده الذاكره والنسيان، وصحيح هذه لازم هم ننساها. بدل شنو هنا الاستفاده من ماده علم النفس التربوي؟ نعم يقصد، خلي شويه ارجعكم للمرحله الاولى، بالذاكره وعمليه حفظ واسترجاع المعلومات، مو حفظها واسترجاع طبعا بالذاكره والعمليات العقليه. اذا أصبحت المعرفة شنو؟ حفظ واسترجاع المعلومات شنو؟ السابقة. حفظ واسترجاع المعلومات السابقة. زين السابقة ماشي، أنت جاي تقول هذا الهدف اللي جاي أحكي هسه شنو؟ صحيح أنه مستويات، لكن احنا شو نسمي؟ نسمي أهداف سلوكية إجرائية. شو راح أطبق هذا خلال المحاضرة مالتي أو خلال الدرس مالتي؟ أنا إذا أريد أجيب سؤال للطالب أو أريد أشوف هدف حقق لي مستوى التذكر، شلون؟ على سبيل المثال، عندنا قاعدة، هذه القاعدة نمشي عليها في كتابة الأهداف والأهداف السلوكية، أنت زائد فعل مضارع زائد الطالب زائد المحتوى المرجع زائد معيار الأداء المطلوب، على سبيل المثال. أنا ما أريد أخذ التفاصيل دائما لأن أنت راح تسويها باللغة الإنجليزية. اجي للمعرفه، استاذ شلون راح اقيس هذه المعرفه عند طلابي؟ بدي اشوف طلاب عندهم هذا المستوى، مستوى المعرفه بالمجال الديني، المجال المعرفي يعني. على سبيل المثال ان يعرف الطالب القياس. ان يعرف الطالب القياس. هذا هدف مو بصيغه سؤال. مو؟ هذا شنو؟ هذا هدف اريد شنو؟ احققه. اريد شنو؟ اريد احقق هذا الهدف. شلون اقيس هذا الهدف؟ اغير صيغه الهدف لمن؟ الى صيغه شنو؟ الى صيغه سؤال. من يعرف القياس؟ نعم. تعريف القياس وين موجود عندهم الطلاب؟ موجود بالكتاب، مو صحيح؟ الطالب ايش سوى هنا؟ حافظ واسترجع لشنو؟ المعلومه. حفظ وشنو؟ استرجع لي هذه المعلومه. إذا استرجع لي وحفظها واسترجع لي المعلومة بشكل صحيح، أقول إيش حققت؟ مجال المعرفة. واضح؟ أستطيع أن أحكم على طلاب إنه شنو قد حققوا الهدف الأول اللي أنا واضعه بالخطة الدراسية على سبيل المثال اليوم. زين، هذا المستوى الأول. المستوى الثاني اللي هو مستوى شنو نقول عليه؟ الفهم.
أو أو التفسير أو الاستيحاء. عندكم مادة درسوا اسمها الاستيحاء؟ شو المقصود بالاستيحاء؟ من يقول ها؟ بعد نعم تفسير شيء من معنى إلى معنى آخر مثل الرموز أو يعني تفسير كلمات أكثر من معنى واحد. أحسنت. بعد فاطمة مدى فهم الطالب. بعد مي قدرة استيعاب الطالب على فهم المادة وطرحها يعني من جهة الطالب بصيغة الثانية. أحمد القدرة على اكتساب زين. راح أعطيكم مثال ينطبق عليكم بمستوى الفهم. شلون؟ هسا ايش طلبت من عندكم؟ تعريف شنو؟ كل واحد طالب تعريف شنو؟ شكل بيمن بيا اسلوب. اذا شنو هنا انا حافظ شنو الاستيعاب، بس كل من طال شنو باسلوب الخاص. واحد طال فكره كذا، واحد طال فكره كذا، اذا صار هنا صار عنده فهم وتفسير المن لهذا المصطلح. زين استاذ، هل من الممكن ان يحدث لدى الطالب مستوى التفسير الى مس الذاكره؟ ها أكو مقولة لأحد العلماء يقول مستوى التذكر هو أدنى المستويات، لكن لا يمكن الاستغناء عنه. هو أدنى مستويات المجال المعرفي، لكن شنو لا يمكن الاستغناء عنه. أنا دائما أنا هذا التفسير وهذا الاستيعاب من جبته لازم عندي شنو عندي مخزون من المعلومات اللي موجودة حتى على الله شنو أفسر الأشياء. واضح هسه هنا أنا لو لا؟ ها أحسنت. فأنا من أطلب من الطالب أن يبين، أن يشرح، أن يوضح، لكن شنو بأسلوبه الخاص، يعالج هذه المعلومات بأسلوبه الخاص. واضحة؟ زين. ثلاثة عندي مستوى التطبيق. شو المقصود هنا بمستوى التطبيق؟ من يقول لي؟ ما المقصود بمستوى التطبيق؟ ها مي الطالب لما فهم او استوعب المادة او المحاضرة قدرته على يعني تطبيقها مرة ثانية، يعني اعادتها، اعادة ما فهمها من الاستاذ مرة ثانية. بعد بس شوي اريدكم شنو هذا المجال المعرفي الشفه من قبل شوي عرفته. انا ليش اريدكم تنتبهون عليه؟ لا عرفته هنا يعني الشفه من شنو مكونات المجال المعرفي؟ مبادئ، قيم، معارف، مو صحيح؟ عرفت معنى التذكر، عرفت معنى الكلمه والسعه والتفسير، الدور التطبيق. الدور شنو؟ التطبيق. فما المقصود بالتطبيق؟ نعم. نعم في مواقف جديدة أخرى الاستفادة من المواقف أو من المعلومات السابقة في مواقف جديدة أخرى. واضح؟ الاستفادة في مواقف جديدة أخرى. نعم أعطيك مثال بسيط عن هذا الأمر. شرحت حفظت مو طلابك معلومة، استوعبوا فسروا هذا، دور ايش تطلب من عندهم؟ ها ان يطبقوا هذه المعلومات وين؟ في مواقف جديده اخرى. واضح؟ زين. استاذ هذا كله راح اطبقه انا خلال هاي 45 دقيقه؟ اقدر لو ما اقدر؟ نعم تستطيع ان تحقق هذه الاهداف خلال شنو؟ خلال هذا وقت الحصه الدراسيه مالتك ان شاء الله بالفصل القادم. زين. وهو مستوى التطبيق عندنا شنو؟ التحليل. شنو المقصود بالتحليل؟ نعم هو إعادة المادة التعليمية إلى مقاماتها وأجزائها الأساسية، معرفة العلاقة بينها وما هي النتائج القادمة من هذه العناصر. جيد أحسنت. شو يسوي هنا نقول عليه؟ من اسمه تحليل، يحلل هذه المصطلحات المن إلى مكوناتها شنو؟ جزئية، وإيجاد العلاقات ما بين هذه العناصر. زين استاذ هذا شلون
نحللها شلون كذا. هذه عندنا المستويات الثلاثة الأخيرة اللي هي التحليل والتركيب والتقويم، نسميها من مهارات التفكير العليا. اكتب عليها هذا، شو نسميها؟ من مهارات التفكير العليا. يعني الأسئلة أو الأهداف اللي راح تحقق تحتاج شنو؟ إذا أريد أطور قدرات طلابي التفكير العليا، أجي أركز على هذه المستويات الثلاثة الأخيرة. أن يحلل الطالب مثلا القياس أو علاقة القياس بمن شيء آخر، القياس والتقويم. حلل المن إلى مكوناته الجزئية وإيجاد شنو العلاقات فيما أكو علاقة بين القياس والتقويم. نعم، هم راح شنو طالب على سبيل المثال راح يعطيني شنو موجودة هذه العلاقة، لكن بمن العلاقة وهذه المعلومات راح أجيب لها؟ راح أجيب لها من الكتاب نصا؟ ها راح شو تكون هنا الإجابات مالته؟ أحسنتي، إجابات شنو؟ استنتاج. يعني إيش تحتاج هنا؟ مستوى أعلى. ما يجيب لي المعلومة نصا، إذا جاب لي المعلومة نصا كوبي بيست شو يصير يا مستوى؟ واضح؟ لكن هو يقدر يستغني عن مستوى المعرفة؟ لا. جيد، هذا سمينا يا مستوى التحليل. خامسا عندنا يا مستوى التركيب. قبل فترة صار استضافة لأحد الأساتذة اللي موجودين مختصين في مجال القياس والتقويم في جامعة البصرة، يقول مستوى التركيب يصح أن نطلق عليه مستوى الإبداع. يصح أن نطلق على مستوى التركيب مستوى الإبداع. ليش هنا نطلق عليه مستوى الإبداع؟ يقول لأن الطالب هنا من أضع له هدف معين مستوى التركيز اللي سبق مستوى التحليل، ايش راح يجيب لي؟ راح يجيب لي معلومة جديدة بطريقة جديدة تختلف شنو عن الأفكار السائدة. يعني جاء بشيء جديد، أبدع بمن في هذا الشيء، ابتكار شيء جديد. نعم، واضح. أن يركب، أن يوضح مرات حسب هم المحتوى فيجيب لي شنو شيء جديد يختلف عن الأفكار السائدة عند المتعلم. هذا هم مستوى عالي من المجال المعرفي. آخر المستويات وهي مستوى التقويم. شنو المقصود هنا بمستوى التقويم؟ نعم، نعم، إصدار حكم وقرارات شنو في موضوع ما. زين، هذا إصدار الحكم والقرارات اللي احنا نقول عليه هو أعلى المستويات بالمجال المعرفة. أعطيكم مثلا الأفعال المستخدمة في مستوى التقويم: أن يحكم على، أن يبرهن، نعم، أن يعطي دليلا، مو هاي كلها شنو؟ أن يقوم، أن يقيم طالب مثلا، أن يقيم الطالب، أو أن نقول هنا على سبيل المثال أن يقيم الطالب مستوى التعليم في العراق، يعطي شنو هنا؟ تقدير معين، صحيح؟ شنو التقدير مثلا يقول التعليم على سبيل المثال؟ جيد، جيد جدا، ضعيف، مقبول. أصدر هنا شنو؟ أصدر حكم. هذا الحكم من أصدره لازم شيء سبقه؟ سبقه معرفة، سبقه فهم، وترتيب، وتحليل، وتقويم. لذلك تصنيف اليوم بالمجال المعرفي رمز بشكل هندسي. شنو هذا الشكل الهندسي؟ من يقول لي؟ نقدر نرمز هسه لذني بشكل هندسي؟ ها؟ يلا شوية أحمد، شكل هرمي يعني مثلث مو؟ إيش قد يصير؟ كم مستوى هذا؟ قلنا لا تخبطون بين المستويات وبين شنو؟ بين المجال. ثلاث مجالات. شكرا تبا. أنزل قدامكم هذا. ثلاث مجالات. لكل مجال ست مستوى. أجل المجال المعرفي. كم مستوى بي؟ ست. يعني هنا لازم قد أسوي؟
سنوي ثلاثة أو ستة؟ ستة. هذا واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة. زين. هسه أجي أريد أسلسلهم، نعم، حسب هذا شكل الهندسة. من أبدي؟ من قمة الهرم أم من قاعدة الهرم؟ ها؟ يلا بعد شو تقولون؟ فكر قبل أن تجاوب. شو تقول منير؟ من القمة. شو أخلي هنا؟ بعد. شو تقولون صحيح؟ خلي المعرفة هنا؟ قبل شوية قلت مقولة عن إبراهيم. أحسنت، تكون في قاعدة، في قاعدة الهرم. ناشب شو أقول هنا؟ أقول التذكر أو المعرفة. بعد مستوى الأقوى نخليه ثاني. نعم أقول الفهم. بعد 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 وهنا شو يقول؟ التقويم. إذن أصبح في قمة الهرم المعرفي هو شنو يا مستوى؟ مستوى التقويم، يعني أعلى المستويات. أجي أريد أرقمهم، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستقول أستاذ ليش خليت هنا التذكر بالقاعدة؟ أنت جاي تقول إنه التقويم هو أعلى المستويات. صحيح أني التقويم أعلى المستويات، لكن أنا ما أقدر أصدر حكم أو أحدد نقاط قوة أو ضعف موجودة عندي إذا ما عندي شنو؟ إذا ما عندي شنو؟ إذا ما عندي تذكر، إذا ما عندي مخزون منين؟ من المعلومات. هسه هذا واضح؟ مش رايح شيء ولا؟ أكيد؟ أكيد ولا؟ قبل شوي حكيت أنا عن مستوى التطبيق. ها؟ شنو المقصود بمستوى التطبيق؟ نعم. بعد أن يفهم بعد المعرفة مستوى المعرفة وما مستوى الفهم نطلب من الطلاب أنهم يطبقون معرفتهم في أماكن جديدة. جيد. بعد. تطبيق ما تم تعلمه في مواقف أخرى جديدة. في مواقف جديدة أخرى، يعني المعلومات السابقة من خلال التذكر ومن خلال الفهم يستطيع أن يطبقها وين؟ في مواقف جديدة أخرى. مو صحيح؟ زين. هذني الست مستويات أنا كمدرس أو مدرسة لازم أخليها وين؟ ضمن معلوماتي. من أدخل للطالب لازم شنو أحقق شنو هذه المستويات. طبعا أستاذ لأني كل لازم أذكرها لا تحددك المادة العلمية، هي تحددك شو تستخدم، تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تركيب أو تقويم، هي اللي تحددك باستخدام هذه الست مستويات. زين استاذ ليش حددنا هذه الست مستويات؟ اكو تصانيف اخرى للاهداف السلوكيه. ايش معنى هذا التصنيف؟ هذا التصنيف يعد من افضل التصانيف اللي موجوده للاهداف السلوكيه والاهداف السلوكيه الاجرائيه. يعني انا من اجي السلام عليكم، وعليكم السلام، طلاب اخذنا الدرس السابق، مو اخذنا الدرس السابق كلام، اخذنا القياس. من يعرف القياس؟ نعم. من قلت من يعرف القياس ايش حقه ثاني؟ بعد شنو؟ تذكر هنا مو؟ احنا صحيح ندرس هذني بس ما عندنا مرات ربط بين الجانب النظري والجانب العملي، لذلك اغلب طلابنا بالتطبيق يقول استاذ من ادخل للطلاب شو احكي لهم؟ شو اوضح لهم؟ الاسئله راح اجيبها سهله، صعبه، من اجيب هذه الأسئلة؟ أجيبها من عندي آني لو أجيبها من المادة العلمية تقيس الأهداف؟ لازم هذه الأهداف شو تقيس؟ أنت جبت سؤال فراغات، جبت سؤال صح وخطأ، جبت سؤال كذا معين، وضح، ناقش، مو؟ أعطي دليلاً، برهن، هذا شيء قيس يا مستوى من المجال المعرفي. أنا جاي يوضح لك هذه بالنسبة لهذه المستويات. واضح؟ استوعبتوا؟ افتهمتوا؟ خلينا نجي نطبق هذا المجال اللي هو المجال الذهني المعرفي الآن. هسه أريد واحد من عندكم ينطيني مثال عن مستوى الفهم. خل أسهل عليكم شوية.
أن الأفعال المستخدمة في مستوى الفهم على سبيل المثال يبين، يناقش، بعض، يشرح، هذه لا، يوضح. بس أنت لازم هنا أكو نقطة أساسية ومهمة توا عليها. أنا صحيح أعطيك هنا الأفعال، وأكو أفعال تشترك بها المستويات، يعني أجيب لك نفس الفعل بس شنو هذا الفعل يشتغل عليه من أكثر من مستوى. أنت لازم شلون تميز هنا هذا المستوى يقيس فهم ما يقيس تحليل، أو يقيس تحليل ما يقيس شنو تركيب. لازم أني عندي معرفة واستيعاب من كل مستوى، شنو المقصود بمستوى التحليل، شنو المقصود بمستوى التركيب، شنو المقصود بمستوى التقويم، شنو المقصود بمستوى التذكر. واضح؟ مو من يجي يزورك مشرف يسألك استاذ انت بالخطه الدراسيه اليوميه مالتك واضع اهداف، شو تريد تحقق من هذا الهدف؟ مو تظل ساكت، انت درستها هذه الاهداف، وعندكم ماده اخرى هي المشاهده والتطبيق مالتنا هم راح يدرسوكم بها هذه الماده، وان شاء الله المحاضرات القادمه راح ناخذ شلون تعد الخارطه الاختباريه مالتك او جدول المواصفات احنا نسميه، شلون تقسم الاسئله مالتك على المستويات. هذا طلع عندك عدد فقرات مناسب ضمن محتوى الماده العلميه، اما على عدد صفحات الماده العلميه الموجوده عندك، يعني عدد صفحات الكتاب المدرسي، او عدد شنو الحصص الدراسيه اللي موجوده عندك، كم حصه عندك مثلا اللغه الانجليزيه، تقسم الماده على عدد الحصص تطلع عندك. هاي راح ناخذها ان شاء الله بمحاضره مفصله عن هذه الامور. زين هسه اريد واحد من عندكم يعطيني مثال يقيس لي مستوى الفهم، اخذ ماده القياس التقويم هي نفسها حتى ابسطها شوي عليك. ها استاذ، ممكن يعني شرط انه نخلي احنا نستطيع نناقش او يشرح او بين يعني بدايه السؤال. يعني هدف، اريد هدف. انتم جاي تميزون بين الهدف وبين السؤال ولا لا؟ ها جاوبوني، انا جاي اتعلم. قول استاذ هذا واضح هذا ما واضح؟ عندي هدف وعندي سؤال، شوي انتبهوا علي هنا، عندي شنو هدف وعندي سؤال. الهدف شنو المقصود به هنا؟ الهدف ما يوصف بصيغه سؤال، يعني مو استفهامي. على سبيل المثال اقول هنا راح اكتب هدف بماده القياس والتقويم يقيس مستوى التذكر، ان يعرف الطالب القياس أو مفهوم القياس. هذا صيغة السؤال. إذا شنو هذا؟ أغيره، أريد أسوي شنو؟ صيغة سؤال. أقول هنا هذا شنو؟ هذا هدف سلوكي، شيء قيس يا مستوى هذا؟ ها؟ تذكر. مستوى التذكر ضمن المجال المعرفي. مستوى التذكر ضمن يا مجال؟ هذا هسه شنو قلنا؟ هذا هدف اريد احققه. زين غيروا لي بصيغه سؤال. ما المقصود؟ مو حتى تصير صيغه استفهاميه، نبدا شنو؟ بصيغه سؤال. ما المقصود شنو؟ بالقياس. او ماذا يعرف شنو؟ القياس. نعم. صار هنا شنو؟ صيغه سؤال. مو اجي انا اطلب للطالب على سبيل المثال كاتب اهداف سلوكيه، اقول له انا اعرف الطالب القياس. صار اثنين الطلاب، هذا مو سؤال، ما سالنا المدرس عن المدرسه. صحيح؟ اغير هذا الهدف علما بصيغه سؤال، اقول له ما المقصود بالقياس؟ رفعوا ايديكم الطلاب، اي صار؟ ويقصد بالقياس وعمليه مثلا تكميل اشياء. اذا جاوبون الطلاب على هذا السؤال مالتي اقول شنو هنا تحقق عندي اول هدف من الخطة الدراسية على سبيل المثال اليومية للدرس مالتي. عرفت الطلاب عندهم يا مستوى؟ أحسنتم، مستوى التذكر. زين هسه أريد مستوى الفهم أو الاستيعاب. نعم نعم. شلون؟ بس أنا جاوب، بس اعطوني الإجابة على هذا السؤال بس أنا جاوب. بين انواع مستويات المجال
البين، مستويات، النجاس، راح يعدد لي اياها، احنا موجودات عند الكتاب الصاد. صار هنا لازم هو عنده معرفه وعنده فهم وهذا الجانب ايش راح يكون اجابته هنا التطبيق؟ راح يعد يا بصيغته مو صحيح الطالب؟ تفسير واستيعاب. احسن تفسير واستيعاب واضح؟ وهكذا. احمد هنا سال سؤال يقول استاذ شنو العلاقه بين مستويات غزه وبين شنو؟ بين المجال. جيد هو السؤال هنا أنا ممتاز. احنا قلنا وصلنا في الأهداف كم مجال؟ ثلاث. مجال معرفة، مجال وجداني، مجال شنو؟ حركة أو نفس حركة. نفس حركة. شو يقول هنا تصنيف الدوم اللي هو هذا صنف هذه الأهداف؟ يقول الموقف التعليم أو المتعلم أو المعلم يتضمن أو تتضمن الأهداف ثلاث مجالات. الجانب المعرفي شو يتضمن به؟ حقائق، مبادئ، معلومات، معارف. مو؟ أو عمليات عقلية أخرى اللي هي الذكاء وغيرها والتفكير. هذا بس جانب شو نسميه؟ جانب معرفة. الجانب الوجداني شو يتضمن؟ قيم، اتجاهات، ميل، مو؟ حاجات، مو؟ أو انفعالات. مجال الحركة شو يتضمن؟ الجوانب الأدائية الحركية العضلية. هسه تقول أستاذ إذا كل الموجودات عند المتعلم، كل الموجودات عند المدرس، بعد ايش تنفصل هنا؟ تم فصل هذه المجالات الثلاث لتسهيل شنو؟ دراسة. لتسهيل شنو؟ دراسة. حتى تعرف أنا من أجل أريد أقيس الجوانب المعرفية عند الطالب، شو أوجه لهم؟ شنو نوع الأسئلة؟ مو؟ راح أعطيكم مثال يربط لكم شنو العلاقة وشون صعب فصل هذه المجالات الثلاث. هسا مو جاي اشرح لكم قياس وتقويم، جاي انطيكم معلومات. اذا هذه من العقل معلومات. شكلكم كل شوي تبع علي جاي شنو اسال سؤال المن هنا اشركت جانب وجدان مو صحيح؟ صح لو لا؟ ما اقدر اعطيك بس جانب معرفه، لازم شطيك وياه جوانب وجدان. بعد جاي اكتب، جاي اتحرك، صار هنا أنا. جانب حرك. بس مثلك انا هذا الشكل مو صحيح؟ صار عندك هنا بجوانب الحركه صار عندك ملاحظه، لان احنا نسميه المستويات المجالات الاخرى. انت مو تشرح الطلاب كل شوي قلت انتبه علي طالب. الانتباه من يا جوانب، الجوانب الثانيه انتباه الادراك مو اخذتهم عندك التربوي، واحنا مع الاسف الماده اللي ندرسها وعبرنا مرحله شو نسوي لها فورمه مو؟ معنى ما هي هسه اجى شنو؟ اجا وقتها ذاك الطاقه الخزنيه مالتكم ضعيفه شوي. زين عندنا امور مرات انا لازم استخدمها اثناء التدريس، على سبيل المثال اقول في الجوانب الوجدانيه مرات انت مو الا تقول للطالب انتبه علي، علي صوتك، خفض صوتك، شنو صير انتباه. هذا التلوين اللي بالصبوره هم شنو؟ هم يجذب انتباه. اذا ايش استخدمت هنا يا مجال؟ مجال وجداني. انتباه بالمجال الوجداني اول مستوى، ورا الانتباه شو نسميه؟ نسميه استجابه. يعني مثير اقدم انا كمدرس او مدرسه شريد من الطالب استجابه. استجابه يعني شنو؟ هي رده فعل مثير ما. هي رده فعل مثير ما. جاي تشرح دقيت على الصبوره انتبه علي هنا صار هنا هذا الصوت ها؟ صار هنا صار مثير. تدخل بيا جانب وجداني قلت انتبه عليه بس انت جاي تعطي اياه معلومه يقصد بكذا يعرف كذا انتبه عليه هذه القاعده. شوف شو تدخل هنا صار جانب معرفه وجانب شنو؟ وجداني. والجانب الحركي انت جاي تستخدمه اثناء كتابتك وحركتك او اداء عمل معين. تقدر تفصل انت تعطي بس معلومات؟ ها؟ انا مو اله انا بشر مو صحيح؟ انت جاي تتعامل مع من؟ مع بشر. وانتم شايفين طلاب المرحله المتوسطه مو كثره حركه مثل ما درستوا بعلم نفس النمو مو كثره حركه مو
بعد مشتتات انتباههم كثيرة موجودة، لازم أنا شو أسوي؟ أشتغل على الجانب هم الوجداني، من أقدم المعلومة بالمجال المعرفي لازم أشرك وياها جانب الوجدان. مرات الطالب يكره المادة، مو صحيح؟ ما يصير عنده ميل لهذه المادة. بعد تكون المادة تراعي حاجات المتعلم، بعد تراعي الجوانب السيكولوجية للمتعلم النفسية. شلون اراعي هذا الساد؟ اقدم الهياء لازم هذه معلومة شنو؟ باستخدام وسائل وطرائق تلائم شنو؟ العمر الزمن والعمر العقلي له لهذا الطالب. ولو انا هسه شوية طلعت عن صلب المحاضرة، لكن لازم اوضح لكم هذه المسائل، لان اغلبيتكم هسه شو راح تشوفوها ان شاء الله بالتطبيق. يركز صحيح على الجانب المعرفي، تسأله تقول له وين الجانب الوجداني؟ يقول استاذ ما ادري بالجانب الوجداني، شنو المقصود بالجانب الوجداني؟ هو يستخدمه بس ما يعرفه وين. استخدمه، قوم الطالب اقرا اكتب تحرك ارسم، مو انتبه علي ارفع صوتي خفض صوت بهذا الجانب، تكوين اتجاه تكوين ميل، مو بعد خاصه احنا عندنا مرات باللغه بالجوانب الحركيه، مو راح يعيد الطالب مره واثنين وثلاثه واربعه، مو راح يكتب يلاحظ يقدر شو يسوي؟ يعيد يكرر هذه العمل معين، مو نطلع من عنده اكتب هاي كلمة خمس مرات ست مرات، من كرر دور صار عنده دور تجريب بدي يجربه. اجي مثلا انا اريد اعلم الحروف، شايفين انتم بالبداية بالابتداء على سبيل المثال شو يسوون حتى يعلمون الحروف بالكراسات؟ ليش ينقطوا؟ هذه دور يجربه علي يطيع على المسار صعيد، دور شنو يعلم على هذا الدور شنو يكرره، من يكرره مره اثنين ثلاثه تكرار، ونقول عليها الملاحظه تكون شنو تحت المراقبه. من يصير عنده دور تجريب اسحب المراقبه، دور صار عنده مرام. نعم بدايه مره دور تتطور عنده المهاره. احنا مو نقول اللغه مهاره، مو مهارات اداء، فهيك نتعامل مع الطالب لازم. بس مع الاسف احنا نشوف نحكي هنا داخل المحاضرات مالته، لازم هذا الكلام اللي جاي نحكي هنا قاعة المحاضره بالفصل القادم القى لازم مطبق بالمدارس امام الطلاب. واضح؟ وانا اعيد واكرر هنا اي شيء ما فاهمه هذه المحاضره تعال قول لي بالاستاذ هذا ما فاهمه، هذا عيد لي اياها مره واثنين، شو راح اطبقها بالجانب العملي؟ نعم. أكيد نعم. وشي بسيط هذا، شي بسيط هذا. ليش؟ لأن أنا الجانب المعرفة وين كاتبه؟ كاتبه وين؟ بالخطة، خطة اليومية. شنو اللي أوصل للطلاب اليوم من معلومات مسجلة؟ الجانب الوجداني أنا شلون؟ العلاقات الاجتماعية مع الطالب، مو الانتباه، ردة الفعل، استخدام الوسائل التعليمية، هاي كلها مو راح تتعامل ويا الحواس ويا الجوانب، مو راح يصير عنده ميل، راح يصير عنده رغبة للمادة العلمية. ليش عندنا احنا بعض الطلاب او طالبات يكرهون بعض المواد الدراسية؟ مو يكرهها، يتغير مدرس، يجيب غير طريقة، يستخدم غير وسائل، يستخدم غير تعامل، شنو صار جانب عكس، بدأ يتقبل هذه المادة العلمية. مو فهاي من المسائل المهمة جدا. لذلك انا احنا اغلب الطلاب او بعض الطلاب اللي مع احترامي استخدمنا من تجي تسأله تقول له من وضعت هذا الاختبار وهذه الأسئلة مالتك شنو الغاية من عندها؟ شنو الهدف من عندها؟ شنو تريد توصل ويا الطالب؟ يسكت. قل له مو دراستك هذا، قل لي دراستك بس من دراستك هذا لازم تطبق هذا وين؟ بالجانب العملي. واضحة هسه؟ أكيد. سؤالي كذا. طبعا وخلي تصير مشورة بيناتكم بالنسبة للإجابة، لا تستعجل بالإجابة. سؤال، ما هي فائدة نقول هنا تصنيف بلوم المعرفي بالنسبة أو يعني للمتعلم والمعلم؟ فكر قبل أن تجاوب. يلا
شنو فائدة هذا؟ أنا صنفت الأهداف، وإذا صنفت بهن فائدة لو لا؟ لأن هذا أول سؤال راح نسأل به إن شاء الله فترة التطبيق، حتى أكون على دراية وبينة من هذا العمل اللي راح أقوم به. أنا راح أدخل إلى دروس للطلاب، راح أسوي خطة مو؟ وأول نقطة في كتابة الخطة هي شنو؟ هي الأهداف. ليش أكتب هذه الأهداف؟ شنو فائدة هذه الأهداف؟ تفيد المعلم، تفيد المتعلم، لو لا هيك بس مجرد عبثي.